وقفات مع عامر. حياكم الله على اليوم. احنا مرسم فنان معنا اخر من الورشه الجميله الفنوتشكيليه. بدايه سيدي خالد محمد الشفير رئيس المعهد التنفيذي للحفظ وامير الطموح امير المستقبل مع الرؤيه الجميله للفنوتشكيليه وكل الفنون وطن عزيز. خلينا نشوف ماذا قرا مرسم الفنان التشكيلي الاستاذ احمد البديلي. ايش اعطانا من جمال؟ رسام وفنان وشاعر ويشتك سابقا التعبير عنك. فحلقتنا اليوم لو تكلمنا فيها ما حيمدينا فيها يوم كامل نتكلم بها بخضر ما هي شايفينها من مسيرتك الفنيه. بس خلينا بعد ابغى اعرف الاستاذ احمد بدايه الوجه الرسمي من صغره. هل كانت المرحله الابتدائيه والمتوسطه والعمر ما خلصت الدراسه؟ والله انا بدات من عمري تقريبا 10 سنوات. ما شاء الله. واللي اكتشفني مدرس كان عندنا في المدرسة فلسطيني اسمه أبو الهيثم، شافني أنحت كلمة خالد بن الوليد على الطاولة فأخذني على طول سجلني في الأشبال وسوى لي مسابقة وأخذت المركز الأول في الخط والرسم. ما شاء الله. من هنا بدأت في الوسائل المدرسية حقت المدارس، كنت أسوي الوسيلة ب10 ريال ب15 ريال يعني، وكان علي زحمة يجوني الناس للبيت يزعجوني. وبدأت من هنا المشوار، بدأت أرسم بالألوان الزيتية، تعمقت والحمد لله. كان أول لي أول معرض في منطقة نجران عام 96، أول معرض في نجران كعامة يعني يفتتح للفنون التشكيلية. من هنا انطلقت على كذا يعني. سبحان الله، دائما نقول الفن بالذات أو الرسم هو في حاجة داخلية للإنسان، فتكون هي موهبة ربنا أعطاها هي للشخص ومن ثم يطورها. غير الأستاذ اللي الله يكرمه الخير من يزور عايش الله يوفقه ويزيد قفه الله يرحمه، مين من الأهل وقفوا معك وساعدوا أحمد خطوة الرسم؟ والله في ناس قد انتقلوا إلى رحمة الله، وفي ناس حديثا يعني حاليا ناس واقفين معي. طبعا أنا جيت من منطقة نجران، انتقلت إلى الرياض بحثا عن رعاية، طحت في الفنان التشكيلي سعد العبيد رحمة الله عليه، هذا هو الأب الروحي لي يعني. جلست معه تقريبا هنا في الرياض 3 سنوات، وبعدها انتقلت إلى اسكندرية ودرست على حسابي الخاص ورجعت. حاليا اللي وقفوا معي وما انكر فضلهم أولهم الدكتور ثامر الشيان، وقف معي وقفة عظيمة. بعد أبو فايز عبد الله الشهري مستشار أسري، بعدها الأستاذ الكبير اللي هو الناس من منطقة نجران، هذه صورته. في ناس كثير واقفين معي يعني، ما
تذكرني ما أبغى أذكر أحد وأنسى أحد ما يزعلون مني، ولكن فعلا مع إعاقتي هذه كل الناس واقفين معي الحمد لله. من جمال التقدير بوطننا الجميل إنه في ناس عندها تراعي المواهب الفنية، وهذا اللي لاحظناه وسمعنا من حضرتك خلال مسيرتك الفنية. وللأسف حاليا في الزمن الحالي بعض المواهب الفنية ينقصها الدعم المعنوي أكثر من المادي، وطبعا أكيد المادة تكمل عشان لا أحد ينتقدنا إنه عشان ترسم، لأن المواد هذه مكلفة تدعم بين الكانفاس من الألوان الزيتية أو الخشبية أو أي كان نوعها من الرسم أو الفنون التشكيلية والتصويرية، تحتاج أحد يحتويها وتحتاج أحد يفضل داعم لها. والحمد لله أعتقد يعني من رؤية مملكتنا الغالية بتوجيهات صاحب السمو الملك محمد بن سلمان، الفن والفن التشكيلي للسعوديين تحديدا أثمن أي حاجة ثانية. ولاحظناه في مكتبه الخاص في الديوان الملكي وفي مكتبه الخاص في كثير لوحات من الفنانين السعوديين من الساحة السعودية والساحة العربية. أنا من ضمنهم لوحة ولي العهد في مكتبه. ما شاء الله تبارك الله. وهذا لاحظناه في البداية، كان في لوحة للأستاذ أحمد للملك سلمان والملك محمد. إيش السبب إنه ركز على البورتريت؟ أستاذ أحمد، كل رسام كل فنان له هويته وطريقته بالرسم، أسلوب الرسم تحديدا. هلك لما توجهت لرسم البورتريت تشخيصا، ايش كان الغاية منها او كيف اللي سيرت اللي جذبك انك ترسم البورتريت؟ سؤال جميل. يعني اول شيء، انا اول بداية شهرتي الحقيقية كانت صورة للملك عبد العزيز رضي الله عنه، واخذت صدى كبير يعني لدرجة اني طبعتها في مطابع رمسيس الدولية 10,000 نسخة، توزعت على أنحاء المملكة. فمن ما رأيت من إعجاب الناس بالصورة الشخصية لما تنقل بجميع أجزائها ودقتها، أنهم يعجبون فيها يعني، ويبدو للفنان بأنه مبدع أو مبهر. فاستمرت على هذا، وفي لي لوحات أخرى خيالية، ولكن البورتريه أنا تعمقت فيه من كثر ما تجيني من الطلبات من الجمهور. أستاذ أحمد، صور جميلة اللي حطها، صور رؤساء ملوك دول الخليج العربي. هل كان في مناسبة معينة رسمتهم، ولا هو من باب أنك رسمت الرؤساء؟ والله بالنسبة لدول الخليج لوحات الرؤساء والملوك هذه مبادرة مني كفنان تشكيلي رسام وخطاط سعودي، حبيت أني أسويها ألفت نظر الجمهوري الكريم أن دولتنا ودول الخليج هي دولة واحدة. صحيح. من المملكة العربية السعودية إلى البحرين إلى دولة الإمارات إلى دولة عمان إلى دولة قطر إلى دولة الكويت. فأنا إن شاء الله هذه المبادرة الحين نسوي لها تنظيم مع محامي للأشياء القانونية، وراح نظهرها فيما بعد. هي عبارة عن ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان الله يطول بعمره، وولي العهد محمد بن سلمان. طبعاً بيكون لكل صورة معها صورة جماعية. الملك سلمان بيكون مع الملك سلمان وجميع الرؤساء عليهم علم المملكة العربية السعودية. الولي العهد بيكون أولياء العهد معه وعليهم علم المملكة العربية. كذلك بيكون كل دولة لها نفس النمط. رئيس الدولة والعلم مع الرؤساء. نعم. كل دولة بيكون لكل دولة 4 لوحات. رئيس الدولة، ولي العهد، اللوحات الجماعية لأولياء العهد وللملوك. وإن شاء الله بنعلن عنها قريبا إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق بإذن الله. برضو لا أنسى أن معي فيها داعميني ماديا، اللي هو الأستاذ يحيى أبو حاسرة والدكتورة عهود الصبوخي. هذول داعمين ولهم أسهم في نفس المبادرة. الله يوفقك إن شاء الله. طبعا من جمال برضو الفنون لما نحصل أشياء تعبيرية، الخير والصقر والعروبة. هذا كفنان تشكيلي لما تحس بحاجة زي كذا العروبة،
ماذا تعني لك؟ والله دائما إذا أنا بدأت لوحة فأبدأها من إحساس داخلي. إذا تكون الإحساس الداخلي في جمال اللوحة اللي أنا بنتجها، بدأت سواء في العروبة أو في اللوحات الوطنية أو في مثلا الرسم الصقر أو الخيل، أو دائما ينبع مني إحساس داخلي، إذا اقتنعت فيه نفذته على طول، فهذه يطلع بالروعة. هذه كلمة جوهرية جدا رائعة. إيش قال؟ إذا اقتنع فيه، بمعنى آخر يجب على الرسام الفنان يكون مقتنع بعمله قبل لا يبتدي العمل. نعم أستاذ أحمد، يعني ما بقول نقد، النقد أنا أرجو تقبل من أخوك. المرأة والرجل، المرأة أنا أشوف في اللوحة هذه أنها جالسة تشوف مستقبل واحد وطالع السماء الحدود. نعم. بس إيش سالفة الرجال اللي يبتكي في الأرض هذا المسكين؟ أنا أعطيك سالفة الرجال هذه، أنا تواجهت بعض الانتقادات حادفة ولكن وضحت لهم الرؤية. الآن أي مرأة كزوجتك أو بنتك أو أمك، إذا فتحت لها المجال أنها تحقق أحلامها وطموحاتها، من بيكون وراها سند؟ الرجل. الرجل هو الأخ أو الزوج أو الأب. فالسلم هذا هو الطريق إلى تحقيق الأحلام، السماء الفاضية المفتوحة. فأطلق العنان للمرأة، والمرأة طلعت وأثبتت وجودها. حاليا نرى المرأة وزيرة ومديرة وتدير شركات وتدير، يعني أثبتت أنها فعلا قد المسؤولية وأن إنتاجها مرضي للجميع. صحيح. كل مرأة من وراها، وراها الأب، وراها الأخ، وراها الزوج، هنا هو جالس مطمن وقاعد يناظرها ورافع يده على عيونه على أساس يشوف وين وصلت، وين وصلت المرأة. سبحان الله. كل مرأة وراها سند، وهنا الأساس. أنا ما نكسر أحمد، إحنا كلنا مع المرأة. نعم. وهذا يعني شيء طبيعي لأي دولة وأي إنسانية. أنا بس سؤالي، ليه الرجال خليته متكئ على الأرض؟ مو بس واقف، قاعد يناظر، قاعد يعني مريح، هو مريح وقاعد يشوف أحلامه في بنته أو في زوجته أو في قاعدة تحقق أحلام مهولة وصعدت إلى الفضاء. المرأة صعدت إلى الفضاء، المرأة السعودية صارت مهندسة طيران، صارت قائدة طائرة سعودية، صارت وزيرة، صارت عندنا يعني كل مجالات الحمد لله. الحمد لله. فهنا معطي وضع الراحة هنا وقاعد يناظر إلى وين وصلت بنته أو زوجها. تأمل رجل. نعم. المرأة السعودية، والمرأة السعودية لها مكانتها كلنا غالية، والجميل في اللوحة هذه تعبير الأستاذ أحمد لها. الله يسعدك يا رب. من أجمل الأشياء اللي نشوفها في الرسم الصيد تفاصيله، العين الحادة. أنا أقول لك شكرا أستاذ أحمد، لأنه فعلا أطالع تفاصيل كل جزئية من رأس الصقر عروبة فيها تفاصيل جميلة، ونفتخر بالشيء هذا. تفاصيلها لما سويتها، بديت من العين ولا من الجسم؟ طبعا هذه أنا اشتغلتها لايف في معرض وزارة الحرس الوطني مباشرة قدام الجمهور وقدام الأمير، وكانت بعد يدي مربوطة يعني وأنا أشتغلها، لدرجة أن لما خلصت منها ونزلتها في حسابي حصلت على 1,300,000 مشاهدة في خلال 48 ساعة. ما شاء الله. جاتني عروضات من بعض المسؤولين في الحرس لاقتناها ورفضت بيعها إلى حد الآن. أنا ما أستعجل في بيع لوحاتي، يعني إذا جاني مبلغ معين لا أطمح في الأكبر أو الأكثر، أو أخلي اللوحة تأخذ شهرتها اللي هي تستحقها بعدين أفكر في الاقتناء. أستاذ أحمد، ديرتنا مليانة آثار جميلة ولها أكثر من 3,000 أو 4,000 سنة ما أخذتني الذاكرة. حظك لما تمثل حاجة زي كذا برسمتك الفنية كفنان بالإيش، أعطينا سالفة دراستك.
أعطيك مثال. هذه فتاة القتال. أيوة. طبعا هي فكرة وإعجاب اللواء القناص من منطقة نجران، وهو عاشق لهذه الفتاة، يعني ترى النقشة الحجرية هو اللي أثاره ودرس معلومات عنه لحد ما جاب تاريخها. طبعا سلمها للفنان الكبير الفنان التشكيلي علي الشريف، ونقلها بالنحت، هو ناحت صخري مبدع، ونحتها في لوحة تقريبا 30 × 40 سنتي. فأنا من حبي للواء قناص ومن حبي للفنان علي الشريف قدمت هذه إهداء للفنان علي الشريف. أخذت النقشة اللي هو ناحتها وعملتها في وسط مراية، ومما سمعت منهم سالفة عازفة القتار أو فتاة القتار من معلومات مثلتها في أن كان في رجل في قديم الزمان يعشق امرأة وكانت تعزف القتار. حطيت هنا خيال بشكل رجل محتضن امرأة وماسكين المراية كلهم والتحفة في وسطها مع توهج الألوان الملوم باللوحة، لأن فيه نقطة إحنا لا نعلم كم أعمارهم وكيف كانت أجسادهم. صحيح. فسويتها بشكل خيالي عشان ما يكون فيه تشويش في عين المتلقي. الخيال شيء جميل، الأجمل لما فنان يقدر فنان. فالأستاذ أحمد أعطى الله هذه هدية للفنان علي، كلنا عارفين طبعا مين الأستاذ علي، تخصص نحت الآثار والتراث السعودي. أستاذ أحمد، دوم أشوف الشايب هذا تحديدا أو شكله، كثير من الرسام الفنانين يحبوا يرسمونه، هل في سبب معين وراه؟ نعم، في بالنسبة لحركة الشايب وحاط إبهامة على عينه، هذه يفسرها كل فنان بمعرفته، يعني بكل إحساس أو نظرة غير. طبعا أنا ترجمتها بأن هذا الشايب وصل حدا من التعب فواقف مستريح فيفحص إبهامه بعينه من قوة التعب والجهد اللي هو عانى منه، ولكن في نظرته نظرة أنه أنتج أو أنه جنى ثمرة كان زارعها ونماها ونماها لحد ما استمتع فيها. هنا يقود أشياء كثيرة، الصبر، الجلادة، الحكمة، النظرة توحي إلى أن أبائنا وأجدادنا كانوا من أعظم الناس ومن أراق الناس، وكانوا يرسموننا بعد طرقنا الأجيال الأجيال القادمة عن طريق الحكم والأمثال، فكانوا يحفظونا من الحكم والأمثال اللي حنا الحين قاعدين نعيشها، قاعدين نشوفها بعيوننا. هذه قالها جدي كذا كذا، هذه قالها جدي كذا كذا. خلنا نسمع بعض الأحكام الجنوبية. الأحكام الجنوبية بقول لك حط أصابع كذا، سوي لي كذا، هذا الحق وهذا الباطل، هذا اللي علمنا يا جدي. كيف؟ حط يدك ما بين إذنك وعينك، تلقى هذا الحق اللي تشوفه بعينك حق واللي تسمع بإذنك باطل إلين تشوفه بعينك. هذا واحد من الأمثال اللي تربونا عليها أجدادنا، وفي حاجات كثيرة. يعني دائما كل ما يمر الإنسان بضيقة أو بمأزق في حياته يطبق أمثال أبوه أو جده. صحيح. فتلقاه يلقى فعلا نتائج مرضية، ويلقى أنه طلع من الدائرة أو من الدوامة اللي كان عايش فيها. فالحمد لله. أنا دوما أقول من لا ماضي له لا مستقبل. سيد أحمد، لك موقف خاص اللي هو يدك. نعم. ولاحظتك كنت ترسم تعامله بطريقة شوية صعوبة أو مؤلمة. نعم. كيف كانت الإعاقة وكيف تتعامل معها في الرسم؟ والله الإعاقة جاتني من أثار جلطة نصفية.
يعني أنا سويت 5 كويات هنا والحمد لله كل شيء رجع لطبيعته إلا كتفي هذا ما صار يطلع إلا لازم أرفعه كده يعني لو فكه الحين يطيح فأضطر إني أربط حبل في السقف وأربطه هنا في ذراعي وتثبت يدي إذا ثبتت يدي خلاص أبدأ أشتغل يعني أو إني أسند بيدي من هنا الشمال تسند اليمين وأبدأ أشتغل يعني هنا اللي ألقى صعوبة كثير من كذا. هل هذا يعني يصعب اللوحة في رسمها؟ أكيد. والله أنا يعني بالله من كلمة أنا مبدع من صغري في الرسم ما شاء الله. ولكن حسيت بقمة وروعة الإبداع إن بعد الإصابة. سبحان الله. بعد الإصابة صار عندي وقت فراغ كبير جدا وتعرف الواحد لما يكون مريض أو يعاني من شيء يقعد يفكر يأكل في نفسه فأنا خرجت من هذه الدائرة خرجت من هذا الانطواء وأبدعت في الرسم لذلك الحين حتى الألم لما يجيني وأستمتع فيه وأنا أرسم أهم شيء أن أكون أنتجت حاجة ما شاء الله بالعكس من الجميل من سبحان الله دائما إيش ربنا يقول له حب ربنا يعطي حاجة ويأخذ حاجة فهو أخذ منك حاجة وأعطاك حاجة أجمل اللي هي شغفك في الرسم وإبداعك فيها الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله ربنا يديك الصحة والعافية عليك أنت جيت على خط الضعف يا أستاذ أحمد أنا أعشق العيون المعبرة ما بالك لما تكون بنت طفلة ديرتنا هذا واضح أنها هي جنوبية نعم وشكلك عنصرية للجنوبية لا والله ما عنصرية لماذا هي هذه ابنة صاحبة أكبر مطعم في الرياض ما شاء الله بنت تهامة ما شاء الله ومن ميزة هذا المطعم أنه كل الكوادر والعاملين فيه العنصر النسائي اللي بيطبخوا النساء واللي بيقدموا النساء وهذه بنتها طبعا برم اتفاق بيني وبينهم على اساس تعلق في المطعم العالمي ما شاء الله فهذه واحدة ثانيه وبرضه في اشياء لوحات ثانيه لهم ما شاء الله هذا شيء جميل انه كيف نحس انه ريشه فنان مشاعر فنان انعكست للمراه السعوديه بغض النظر هي في كل الناس كبرك طبعا شارك عمل فني جميل لبنات ديرتنا الجميلات هذه بنت هامة هذا لبس هامة وتقاليد ومعاداتهم الله يعطيك العافية الله يسعدك كلمة شكر أستاذ أحمد لا تكفي من ما أعطيتنا من الفن وهذا يقول لك على الراس والصدر كل الشكر لمسادك جدا جميلة شخصك وروحك ما شاء الله جدا جميلة أتمنى لك توفيق كل حياتك الفنية ومواهبك وعطائك لا توقف أهم حاجة علينا صراحة أنتم شرفتوني اليوم الأستاذ الإعلامي عامر الخالدي من الرموز الإعلامية اللي أنا بصراحة أتابعهم من أول من زمن قديم ومن حظي أو من الصدفة السعيدة أني التقيت بك في أحد المعارض وجيتني أول مرة وجيتني المرة هذه بصراحة اهتمامك هذا بالفنانين والفنانات والإنجازات الذاتية أو الشخصية هذا شيء كبير يخليك نعتبرك تاج على رؤوسنا الله يسعدك أنا أشرفكم وياكم إن شاء الله بإذن الله رسالتنا في الإعلام توصل للعالمية الفنانين والفنانات والمواهب الفنية تشوف ديرتنا الغالي والعالم العربي كله إن شاء الله إن شاء الله يعطيك العافية الفن يجمعنا وهذا اللي شفناه شيء بسيط من إنسان راقي طيب بسيط جدا بعطائه أن الفن لغة الحياة مسوا بالخير أخوكم عامر خالد.